سعادة الدكتور نعم أشرف أنصاري. يا دكتور، لعل الحظ يسعدنا بك خلال ما تبقى من دقائق وهي قليلة. السؤال الذي أحب أن أستثمر وقتنا معك في الإجابة عليه في تأمله عموما، هو هل تتصور إنه دونالد ترامب الآن هو الأقوى؟ هل تتصور إنه دونالد ترامب قادر على أن يكون تعبير عن مبادئ الحزب الجمهوري وأن يوحد الشعب الأمريكي؟ أعتقد هذا، بس هذا يعتمد على اثنين عاملين مهمين جدا. العامل الأول، من يكون المرشح معه كنائب رئيس الجمهورية؟ هذا عامل. أنت كنت من أنصار المرشح المتنازل ديسانتس. يس، أنا كنت موجود وأيضا مشترك مع اللجنة الانتخابية هنا في ولاية فلوريدا، بس الوضع تغير اليوم. دلوقتي عندك رئيس ديمقراطي كبير في السن وأيضا مالوش ثقل سياسي كبير في الداخل أو في الخارج، وفي مشاكل كثيرة. وأنا أعتقد أن معظم المشاكل including الانفليشن فاكتور أو ارتفاع الأسعار أو الإميجريشن الهجرة أو أوكرانيا أو الشرق الأوسط كانت سوف تحل بطريقة أخرى لو كان ترامب رئيس للجمهورية. والمواطن الأمريكي الآن سواء ريبوبليكان أو ديموكرات يعرف جيدا أن سياسة الرئيس الحالي بايدن لا تتماشى مع الفيوتشر بتاع مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية.